أستاذ خالد، يعني من فترة لفترة، من شهر لشهر، يعني كم عملية تجميل نلقاها تجميلية فاشلة، يا إما تفشل العملية أو يصير لها أضعاف خطيرة. شفط الدهون سمعنا عن حالات وفيات، عمليات تجميل الوجه سمعنا عن حالات تشوه، حتى العمليات العادية، عمليات جراحة القلب والكبد وغيره وغيره، سمعنا عن أخطاء طبية سبب التخدير وغيره. كيف تصنف وتشوف هذا الموضوع، الأخطاء الطبية عندنا؟ هو خلينا نبدأ نقول العمليات التجميل الآن صارت هوس، أصبحت هوس للناس، وصاروا الآن في السابق كانوا النساء اللي هم يجرون يبدون بالعمليات التجميل، الآن صاروا الرجال ينافسونهم أكثر، فأصبح إقبال كبير على عمليات التجميل. طيب. وبالتالي الآن المراكز، مراكز التجميل اللي الآن موجودة الآن، يعني أنا يعني الملفت للنظر أنها صارت يعني بشكل انتشار كبير جدا جدا، هذا انتشارها بالشكل هذا وهي طريقة كبيرة سريعة للربح، لأن العمليات التجميل هذه مكلفة ومبالغها كبيرة يعني، فبالتالي هناك ضعف في الجودة، جودة كفاءة الأطباء، ربما ضعف في التجهيزات الطبية، ضعف في الأدوات، ضعف في أمور كثيرة تنتج عنها طبعا الأخطاء الطبية. صحيح. نعم. طيب بالنسبة للتأمين على الأخطاء الطبية، هل في تأمين على الأخطاء الطبية؟ والله أنا أتوقع، بس أنا ما أقدر أفتيك فيها الموضوع. ما في. أتوقع إن فيه أنا أتوقع إن فيه تأمين. لكن يفيد بصراحة. هو التأمين مشكلة، التأمين هو الطبيب يأمن على الخطأ الطبي، فبالتالي الطبيب لما يرتكب خطأ طبي في حالة ما يهمه، شركة التأمين تدفع عنه، وهذه مشكلة. صحيح. يعني هو يقول أنا ما عندي مشكلة، أرتكب خطأ في النهاية شركة التأمين بتدفع.